كم مرة سمعناها؟ 10 مرات. 10 أخبيان طلعوا من هنا سمعناها، ترى نفس الجو. وداعي اهتز وضوع صدر العاشق والهال، وداعي فيها من صدق الحزن ما لا ينسيني، فمن الله ودموع الحزن في ذات الرحمن، فمن الله يوم سكن من بني وبني. الله عليك ارسل مراسل الغرام بلهفة الاحزان، وتوق الرد يذبح طاري الفرقاع ويحيني، وانادي يا فلان اقرا الرسائل طالبك يا فلان، واللي بيشوف غرامك وش سوى في شرايني. في ذيك اللي يقول ايش؟ الله لا يوفقهم اللي يحرموني منه، ترى هذه طلبتها من قبل امشي وحبيت اهله ابعدوني منه. الله اللي قاله فيصل يوفقهم اللي يحرموني منه. طيب اسمعوا، عندي فكره والله هذه صادق. واحد منكم يجيب الجواب، واحد منكم يجيب القرار، كذا دوت ذا الحين ذي. طيب كذا نقول الله لا يوفقهم اللي يحرموني منه، وحبني وحبيته اللي ابعدوني عنه، سهران سهران ويا جروح، والشوق والشوق يطلع روحي، ترى ترى سببها منه، سهران ويا جروحي والشوق يطلع روحي، سهراني ويا جروحي والشوق طلع روحي. عليك يلا تعيدها من جديد كذا دقه واحده. نبدا. اي والله ضبطنا. الله لا يوفقهم اللي حرموني منه، الله وحبني وحبيته ليبعدوني عنه، سهران سهراني ويا جروح والشوق والشوق يطلع روحي، ترى ترى سببها منا، سهراني ويا جروحي والشوق يطلع روحي، سهراني ويا جروحي والشوق يطلع روحي. الله ترى مدري ايش.